مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكر كوريا الشمالية بعد أن تعهدت تدمير موقعها النووي قبل قمة بين زعيمي البلدين. النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية تظهر تقدم ائتلاف العبادي على مستوى القوائم الانتخابية المختلفة. ارتفاع عدد الضحايا إلى 6 قتلى و35 جريحا الذين سقطوا إثر 3 اعتداءات، أحدها تفجير انتحاري استهدفت كنائس في سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا. في أخبارنا المنوعة، شركة فيسبوك تخطط لإطلاق عملة رقمية مشفرة خاصة بها لتسهيل الدفع في عمليات البيع والشراء عبر منصتها، مقتحمة بذلك مجال العملات الرقمية الشائع استخدامها في الوقت الحالي. دراسة بريطانية حديثة تظهر أن تناول جميع وجبات الطعام قبل الساعة 3 عصرا يمكن أن يساعد على تخفيض ضغط الدم والوقاية من مرض السكري وتخفيف الشعور بالرغبة لتناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم. عائلة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ تدعو الجمهور لحضور مراسم تأبينه، وستدفن رفاته بجوار العالمين إسحاق نيوتن وتشارلز داروين.